الرابعة ايه بقى؟ نمرة اربعة. احنا دلوقتي قلنا ثلاثة وهقول لك الرابعة وهخليك في الاخر تسمعهم. الرابعة ايه بقى؟ حضرتك عارف ان الميوكارديوم، درست في الفسيولوجي ان الميوكارديوم من ضمن التيشو اللي لها طابع فريد شوية في الميتابوليزم. يعني ايه؟ يعني حضرتك عارف ان معظم التيشو بتاعت جسمك بتستهلك الجلوكوز كاساسي، يعني ده الاساس عندها، البرين، الليفر، كل دول جلوكوز. انما الميوكارديوم بما ان القلب شغال طول النهار ما بيبطلش لا نهار ولا ليل، فمحتاج طاقه عاليه، فالجلوكوز ما بيكفيهوش لان الجلوكوز ما بيديلوش الاي تي بي المناسب، فيلجا الميوكارديوم لاكسده حاجه اسمها فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دي اما الميوكارديوم بيعتمد عليها في الاكسديشن بتديله اي تي بي زياده قوي، يعني بتديله هاي انرجي بتناسبه لانه كعضله شغاله للنهار. طيب بس الفري فاتي اسيد دي هو بيعتمد عليها طبعا بنسبه 60%، يعني القلب بيحرق عندك الميوكارديوم بيحرق 60% او 60% من الطاقه بتاعته جايه من الفري فاتي اسيد، و35% جايه من الاكسديشن اوف جلوكوز، و5% من حاجات اخرى. طيب الفري فاتي اسيد دي رغم انها بتدي له طاقه كويسه قوي وهايله، لكن محتاجه طرمبه اكسجين وراها، يعني عشان تحرق فاتي اسيد هتديك طاقه بس انت محتاج يعني جود بلاد فلو، محتاج كميه اكسجين رهيبه عشان تحرق. طيب هو مريض الانجينا اللي عنده فرع من الكورونري خسران، هو ده عنده جود بلاد فلو؟ الاجابه لا. يقوم البيتا بلوكر جاي على المنطقه دي اللي هي اسكيميك، اللي مش قادره، اللي مش واصل لها دم اصلا، تقول لها احنا هنريحك، مش هنخليكي تستهلكي فري فاتي اسيد، هنخلي اعتمادنا كله ها ان احنا نحرق الجلوكوز بس اللي مش محتاج مننا طاقه، يعني مش محتاج اكسجين كتير، بما ان الدم قليل والاكسجين قليل فهنخليكي تمشي على قدك، هنخليكي بس كفايه عليكي تستهلكي اكسجين جلوكوز اللي ما هوش محتاج هاي اكسجين، وبالتالي المنطقه دي مش هتبقى مطلوب منها جهد كتير في الميتابوليزم. الحكايه دي بيسموها في الكيمياء ميتابوليك سويتش، يعني البيتا بلوكر عملت حاجه بيسموها ميتابوليك سويتش. وات از ميتابوليك سويتش؟ معناها ان احنا عملنا سويتشنج اوف ذا ميتابوليزم فروم اوكسيديشن اوف فري فاتي اسيد اللي كانت محتاجه طاقه كتير ومحتاجه يعني مجهود كبير، خلينا القلب يهدى ويستهلك بداله جلوكوز اللي مش محتاج مننا لا طاقه ولا محتاج مننا جهد. هرجع اقول لك سمع لي الاربع جمل، لو انا سالتك في الامتحان اقول لك ديسكاس او اكسبلين البيتا بلوكر، الميكانيزم اوف بيتا بلوكر في الناس اللي عندهم كلاسيك انجينا، تقول لي دول هيستفيدوا. ولازم اقول لك كلاسيك انجينا، هتقول لي والله دول هيستفيدوا كالاتي. نمره واحد، البيتا بلوكر عند الناس دي هتقلل مايوكارديال ورك ومايوكارديال اوتو ديماند. اثنين، كمان هتزود لهم زمن الدايستول فالكورونري ياخد وقت انه يملى كويس. ثلاثه، كمان البيتا بلوكر دي هتقفل البيتا ريسبتور اللي بتعمل دايليتيشن في الكورونري السليم في الفرع السليم، ولما امنع الكورونري دايليتيشن في السليم يقوم الدم يتزق على الفرع الغلبان الضيق، ده اسمه ريديستريبيوشن اوف بلاد، اعاده توزيع الدم والثروه بالتساوي على الفروع كلها. اربعه، ان انا بعمل ميتابوليك سويتش، بخلي المناطق الاسكيميك اللي مش وصل لها دم كفايه ولا اكسجين كفايه بدل ما ترهق نفسها في الاكسديشن اوف فاتي اسيد، بلاش فاتي اسيد بقى ونأكسد بداله الجلوكوز. ايوه هتقولي بيدي طاقه قليله، مش مشكله يدينا طاقه قليله بس ما نرهقش نفسنا في الاكسديشن اوف فاتي اسيد اللي محتاجه مننا اكسجين اللي واحنا ما عندناش لا اكسجين ولا بلاد فلو. طيب كده الاربع حاجات، ندخل على تالت يوز. احنا قلنا كده استخدامين البيتا بلوكر، قلنا اول حاجه الهايبرتنشن وقلنا ليه، اتنين قلنا مرضى الاسكيميك هارت ديزيز اللي هم الكلاسيك انجينا وقلنا ليه، ونمره تلاتة اللي هنقولها دي الناس اللي عندهم حاجه بيسموها سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا، ده نوع من الاريزميا. يعني انت لما تيجي تقول استخدامات البيتا بلوكر يا ريت ما تعممش، يعني يا ريت ما تقولش اريزميا لان اريزميا دي كلمه واسعه قوي والبيتا بلوكر مش هتنفع في كل الاريزميا، انما تنفع تحديدا لو انت بتحدد تقول في حالات السوبرا فينتريكولار اريزميا او سوبرا فينتريكولار تاك. ايه بقى السوبرا فينتريكولار تاك دي؟ اهي دي فصيله كبيره جدا من الامراض منشاها هي لخبطه، كلمه اريزميا عن اللخبطه. طب اللخبطه جايه منين؟ والله ممكن تكون من الاس اي نود، الاس اي نود ملخبطه تقوم ملخبطه للدنيا يبقى سوبرا فينتريكولار. ممكن تكون في اكتوبك فوكس هنا يبقى اسمها سوبرا فينتريكولار. ممكن تكون اي بلوه اي مشكله من فوق الفنتريكل ملخبطه للدنيا يبقى اسمها سوبرا فينتريكولار اريزميا. يبقى كلمه سوبرا فينتريكولار معناها ان منشا اللخبطه جاي من فوق الفنتريكل. كويس، هنفرض ان الاس اي نود اتجننت وبتبعت 400 دقه في الدقيقه،
ال 400 دول بينزلوا على الفنتركل عاملين لنا تاكي كارديا وبهدله. فالتاكي كارديا اللي احنا هنشوفها دي هنسميها سوبرا فنتريكولر لان منشاها من هنا. طب والبيتا بلوكر هتفيدني في ايه؟ تعال نعد نمره واحد. البيتا بلوكر هتقلل الاي في كوندكشن، يبقى الريت اوف كوندكشن بيقل لان البيتا بلوكر بتقلل كل الكاردياك بروبرتيز اللي من ضمنها الاي في كوندكشن. ادا ايه وادا في، اتريو فنتريكولر. يبقى لما بنقلل الكوندكشن الاي في كوندكشن، لو هم 400 دقه في الدقيقه هيوصل لي منهم 100 و300 هيبقوا اليمينيتد، خلاص مش هيوصلوا لان انا مقلل الكوندكشن. ادا اول، ها اول حاجه. اتنين، البيتا بلوكر بتيجي على التيشو زي الاس انود اللي اتهبل ده اللي عمال يعمل فايرنج ده، وتزود الريفراكتوري بيريود بتاعته. يعني ايه بقى بتزود الريفراكتوري بيريود؟ يعني تخلي الاس اي نود استجابتها بطيئه للاستيميوليشن. ما هو انت لما تقول ان انا جيت على تيشو اكسايتابل واثرت الريفراكتوري بيريود، اما تقول لي اثرت ريفراكتوري بيريود معناها ان الريت اوف فايرنج زاد، انما ده البيتا بلوكر بتيجي على الريفراكتوري بيريود تطولها، ولما الريفراكتوري بيريود بتطول معناه ان الاس اي نود اللي كانت بتضرب 400 في الدقيقه ولا 300 تضرب 200 ولا 150 ولا 100، لانها مع استجابتها قلت. يعني بقت حاجه كده، بقى في نوع من الريزيستنس، كانك عايز تقول ان انا لما بزود الريفراكتوري بيريود اوف تيشو معين كاني بزود الريزيستنس بتاعته، المقاومه بتاعته للالكتريكال ستيميوليشن. طيب نمره 3 ايه كمان؟ البيتا بلوكر مش قلنا لك ان في بروبرانولول؟ بيتا بلوكر يمتلك خاصيه فريده اسمها ميمبرين ستابلايزنج اكشن. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني بيقلل دخول الصوديوم جوه خلايا القلب، وبالتالي بيخلي الخلايا ما هياش اكسايتابل قوي، يعني بيقلل الاكسايتابيلتي، يعني بيهدي اللعب شويه. 4، طيب يا سيدي، بعض الناس عندهم سوبرا فنتريكولار اريزميا واللخبطه في القلب نتيجه الهايبر ثايرويدزم، التي 4 عالي اللي هو الثايروكسين، عنده الغده بتطلع تي 4 كتير فملخبط له الدنيا. طب هو في الحقيقه اللي ملخبط تي 4؟ قالوا لا، ده تي 4 بتحول في دمك الى تي 3، والتي 3 اللي هو التراي ايودوثايرونين ده اللي بيعمل المشاكل على الهارت وبيعمل لنا اريزميا. طب ده من ضمن مزايا البيتا بلوكر انها بتمنع تحويل تي 4 ما يتحولش الى تي 3. يبقى دي كلها كل ده ميكانيزمات وحاجات هايله للبيتا بلوكر، بس ارجوك اديني باكد عليك ما تقولش اريزميا وتسكت، قول هي مفيده جدا في السوبرا فنتريكولار اريزميا او اريزميا ديو تو هايبر ثايرويدس تحديدا، يعني حدد كده عشان تكون دقيق في كلامك. طيب نمره 4 في الاستخدامات اوف بيتا بلوكر، يوزز اوف بيتا بلوكرز. انا كلمتك مره عن حاله يا ريتك تكون فاكرها وانا بكلمك على الادرينالين. في الفيديو بتاع الشرح بتاع الادرينالين كلمتك على حاله وقلت لك ان الحاله دي بتيجي تقريبا واحد نسبتها واحد في الالف. يعني احيانا بعض الاطفال بيتولدوا عندهم عيب خلقي كده في السبتم، يعني ده اللي مثلا اورته اهو طالع من هنا، بتلاقي بعض الاطفال يتولد السبتم الانترفنتريكولار سبتم السمك بتاعه زياده شويه، الثيكنس زايد. طب هو الثيكنس النورمال كام؟ النورمال انترفنتريكولار سبتم ما يزيدش لو انت بتعمل كاردياك ايكو، لو بتعمل اشعه تلفزيونيه بيسموها كده على القلب، يعني يطلع سمك السبتم لا يزيد عن 12 مليمتر، ده الطبيعي. انما بعض الاطفال عندهم الحكايه وراثيه بقى، تلاقي السبتم ده السمك بتاعه زياده يوصل مثلا ل 1.7 مليمتر، يعني 11 سنتي، يعني 17 مللي. 17 مللي، طب ما هو كل ما السمك بيزيد مين اللي شايل الليله يا بطل؟ الاورطه كده، الاوبننج اوف ذا اورطه او اللي بيسموها الاوتلت، البلاد اوتلت، المخرج بتاع الدم بقى ضيق لان السبتم اللي زاد ضيق فتحه الاورطه. طيب الحاله دي انت فاكرها كويس قوي، سميناها مره ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك ستينوزز، بس ده الاسم القديم اللي خلاص ما عادش حد بيستخدمه. امال الجديد ايه؟ هو نفس الحاله، سموها اوبستراكتيف كارديو مايوباثي، اسمها او سي ام، او ساعات يسموها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. تبقى عارف كده هي دي الحاله دي بتصيب كام في الميه؟ بتصيب واحد في الالف، يعني من كل الف واحد ممكن حد يتولد بالحكايه دي. طيب هل اللي بيتولد بالحكايه دي لازم يظهر عليه اعراض؟ الاجابه لا، مش لازم كل اللي عندهم الحالة دي يعني يبقى بينهج، لا مش لازم، في ناس كتير عندها التضخم ده اللي في السبتم وما بيعانيش يعني، لكن انا بكلمك على اللي بيعاني بقى بجد. هتلاقي مثلا احيانا بعض الاطفال يعاني بسبب الحكاية دي انه مش قادر لا يلعب كورة ولا قادر يجري ولا قادر يعمل مجهود، وكل ما يعمل مجهود يزرق ويقع في الارض ويعرق ومش عارف ايه، تروح والدته تاخده لحد بتاع امراض قلب يقول لها اعملي لي كاردياك ايكو، يطلع الايكو فيه الكلام ده. وده على فكرة المرض ده من ضمن اكثر الامراض اللي بتعمل صادن ديس،
يعني انت كتير تستغرب ان في مثلا حد عنده 18 20 سنه مات فجاه، شاب كان قوي جدا وكان اثليتيك، كان يعني بيلعب رياضه وبيجري وبيروح، ويقول لك ده اللعيب الكره الفلاني مات في الملعب، او مش عارف ايه مات وهو بيجري، او مات وهو بيجري في الملعب. بيبقى غالبا عنده الحاله دي، بس ما كانش هو مشخصها، ما كانش يعرف ان عنده الحاله دي. ايه بقى اللي بيحصل اثناء التاكي كارديا؟ الحاله دي بتضر ليه؟ لان لما الانسان ده يعني بيعمل مجهود، يلعب رياضه، يجري، مش عارف ايه، التاكي كارديا والفورس اوف كونتراكشن بتخلي الدم عايز يخرج بسرعه. طب ما هو الاوتلت اوف بلاد مقفوله مخنوقه زي ما انت شايف، يبقى انا لما ازود الريت اوف كونتراكشن والريت اوف دي هارت، الدم مش لاحق يخرج لان البتاع دي مسدوده. طب والحل؟ قالوا يبقى الحل ان البني ادم ده ما يتعرضش للاكسرسايز، ما يتعرضش للمجهود، ولا ياخد اي دواء انوتروبيك، يعني ما ياخدش ادرينالين مثلا، ولذلك احنا قلنا لك ان الواد ده ما ياخدش ادرينالين خالص، ولا ياخد اي دواء بيزود الكونتراكتيليتي. يعني خدها بقى قاعده ان هذه الحاله محرم فيها ياخد دواء لا يزود هارت ريت ولا كونتراكتيليتي. امال ياخد ايه بقى؟ العكس بالعكس، ياخد بيتا بلوكر، يمشي على بيتا بلوكر. يعني ممكن دكتور القلب يقول للست دي ابنك بدل ما نعمل له عمليه ممكن نمشيه على بيتا بلوكر. ليه يا سيدي؟ يقول لك اصل البيتا بلوكر لما تديها هتعمل براديكارديا، والقلب مش هيسرع، والفورس اوف كونتراكشن هتبقى ضعيفه شويه، وبالتالي الدم مش هيتلهوج وهو خارج، هيلاقي فرصه انه يخرج بالراحه كده مع البراديكارديا، يبقى ما فيش مشكله، يبقى ممكن هذا الطفل يعيش على بيتا بلوكر ويكمل بها من غير سيرجري. ده من ضمن الاستخدامات بتاعت البيتا بلوكر. نمره 5، انا لسه في اليوزز اوف بيتا بلوكر، وهقول لك ان احنا لما بنجيب لك اسئله ما بنقولكش عد، لا احنا بنقول لك بنمسك يوز واحد من اللي انا بقوله ده واقول لك فسر لي ليه، تشرح كده على اساس، اقول لك ديسكاس اون فارماكولوجيكال بيزز ذا يوز اوف بيتا بلوكر ان او سي ام، او ديسكاس اون فارماكولوجيكال بيزز ذا يوز اوف بيتا بلوكر ان كلاسيك انجينا. يعني تفسر لي ليه في المرض ده البيتا بلوكر بتعمل ايه. من ضمن الامراض اللي البيتا بلوكر هتعالجها او هتخدمنا فيها قوي المريض اللي عنده هايبر ثايرويدز، هايبر ثايرويدزم او ثايروتوكسيكوزيس. قلت لك مره زمان وانا بشرح الفسيولوجي ان مريض الهايبر ثايرويدزم لما بيزيد عنده الثايروكسين اللي هو تي 4 وتي 3، دول بيروحوا يجننوا البيتا ريسبتور اللي في جسمه. بتلاقي المريض اللي عنده هايبر ثايرويدزم عنده مانيفيستيشن كلها معظمها بيتا، يعني تلاقيه تريمورس بيتا، تلاقيه ما بيقلبه مش عارف ايه لخبطه بيتا 1، تلاقيه ما بينامش بيتا 2، وهكذا. يعني معظم الحاجات اللي بيشتكي منها بيتا. طب هو ايه اللي بيحصل؟ بيقولوا الثايروكسين لما بيزيد بيزود السنسيتيفيتي اوف بيتا ريسبتور، بتبقى البيتا عنده حساسه اكتر من اللازم، وبالتالي هايبر اكتيف وعامله له مشاكل، وهو ده سبب معاناته. طب ما انا من ضمن الحاجات اللي ممكن اساعده بيها ان انا اديله بيتا بلوكر. هسالك هقول لك طب هي البيتا بلوكر بتعالج يعني؟ تقول لي لا ما بتعالجش، هو العلاج بتاعه ان انا اروح اعمل عمليه او اتصرف في الموضوع ده، لكن البيتا بلوكر هتساعدني ان المانيفستيشن اللي عنده دي اللي هي السيمباثيتك اوفر اكتيفيتي تقل شويه، تهدى، يبقى ما عادش عنده تاكيكارديا، ما عادش عنده تريمورز، يبتدي ينام كويس. دي كلها فوائد، انما ما عالجناش يعني. طيب الحاجه الثانيه، الممتحن لو لقيم هيصطادك يقول لك تحب تستخدم سيلكتيف ولا نون سيلكتيف بيتا بلوكر يا بطل، ويوقعك في المحظور، لان انتوا دايما حافظين ان دايما سيلكتيف احسن. يعني دايما ايه اما نسالك تقول لي لقيت دايما الطالب يستعجل، اما اقول له السيلكتيف افضل ولا النون سيلكتيف؟ السيلكتيف، كل ما كنت سيلكتيف كل ما كنت افضل. بشكل عام انت صح، بشكل عام اما يبقى دواء سيلكتيف يبقى هايل، ده بشكل عام. انما القاعده دي لا تعمم. يعني لما اجي على مرض زي الهايبر ثايرويدزم واقول لك انت محتاج سيلكتيف ولا نون سيلكتيف، عارف الاجابه ايه؟ انا محتاج نون سيلكتيف. هنا بقى النون سيلكتيف افضل من السيلكتيف بيتا بلوكر. طب ليه؟ تقول لي الله، ما هو اصل الثايروكسين مجنن بيتا 1 و2 مع بعض، والعيان عنده اعراض نتيجه بيتا 1 و2 سوا، يعني عنده تاكيكارديا واريزميا دي بيتا 1، وعنده تريمور دي بيتا 2، ما بينامش دي بيتا 2، فانا هقفل الواحده ليه؟ انا محتاج نون سيلكتيف بيتا بلوكر. يبقى اذا اما ممتحن يسالك تحب يا ابني تستخدم في معظم الحاجات بيتا بلوكر سيلكتيف ولا نون سيلكتيف، تقول له يا دكتور قول لي من فضلك حضرتك عايز تستخدمه في انهي مرض وانا اقول لك. اذا عايز تستخدم في مرض معين كده جايز السيلكتيف ينفع، انما مرض تاني زي الهايبر ثايرويديزم يبقى النون سيلكتيف افضل. اتفقنا؟ طيب الاستخدام اللي بعده، الناس اللي عندهم حاجه بيسموها اسوفاجيال فاريسز يعني دوالي، اسوفاجيال فاريسز يعني دوالي المريء. ايه بقى دوالي المريء اللي بالعربي دي اللي بنسمع عنها كتير في مصر؟
دوالي المريء ده مرض طبعا شائع احنا منكوبين بيه، يعني دولة زي مصر منكوبة بالامراض اللي لها علاقة بالليفر. المفروض ان كل البلاد اللي في الانتستين، انت عارف ان كل البلاد ده بيتلم كله في حاجة اسمها superior mesenteric vein. طيب superior mesenteric vein يعمل اتحاد مع السبلينيك فين، والاثنين يعملوا لنا وريد زي الالم ده بالظبط، يعني تخن الالم ده اسمه بورتال فين. حلو كده يا بطل. البورتال فين يبقى هو ده اللي لامم الدم كله من الانتستين ومن السبلين والمنطقه اللي اسمها الميزنتريك اريا، لمين الدم كله ورايحين بيه على الليفر. طب الدم اللي في الميزنتريك اريا ده قد ايه؟ يعني ده بيقولوا تلت الكاردياك اوتبوت، يعني الدم اللي عندك في المنطقه دي تلت الكاردياك اوتبوت تقريبا. يعني عايزين نقول لك ان البورتال فين ده شايل كميه كونسيدرابل من البلط، حاجه يعني ضخمه، هيروح للليفر. المفروض الدم هينتشر في الساينوسايدز ويرجع يتلم تاني بحاجه اسمها الايه، ها، الهيباتيك فين. يعني نوزع الدم في الليفر فيحصل له ميتابوليزم ونرجع نلمه تاني على الهيباتيك فين على السيستميك سيركيوليشن. المرضى بقى اللي عندهم مشاكل في الليفر، ليفر فايبروزس مثلا، تليف الكبد نتيجه بالهاريسيا، نتيجه اتش سي في، نتيجه تيومرز، اي حاجه، الدم مش قادر يمشي في الليفر. طب والنتيجه؟ الدم كله الفينس اللي جاي من الميزنتريك اريا التلت ده، تلت الكارديا مش قادر يمشي. النتيجه انه يبتدي يدور على فين رفيع كده اسمه كوروناري فين، يقوم عامل شنط، يعني الدم يحول مساره بدل ما يدخل الليفر هو مش قادر، يقوم محول المسار على الكوروناري فين، ويقوم عامل انستموزس في اللور اند اوف ذا اسوفجس، ويقوم مسلم الدم للسيستميك فينز اللي الناحيه الثانيه كده. يبقى هو كده الوقت عمل حاجه بيسموها، انت عارفها في الاناتومي، اسمها بورتو سيستميك شنط، يعني بدل ما يعدي في الطريق الطبيعي خد طريق جانبي. المشكله كلها ان الطريق الجانبي ده ما يقدرش يستحمل تلت الكاردياك اوتبوت، يعني اللور اند اوف ذا اسوفجس والميوكوزا دي فيها كابيلاريز، يعني فيها حاجات فينيولز رفيعه ما تستحملش الكميه المهوله دي. مع الوقت هيحصل لها دايليتيشن وتورشواسيتي وتبتدي تعمل منظار، تيجي تبص بمنظار من فوق تلاقي الحتت دي مكلكعه كلاكيع كده باينه لك في المنظار، والعيان ده لو كح او كل اكل خشن ولا حاجه ممكن دي ينزف، دي تنفجر وينزف نزف رهيب ويدخل المستشفى يتعمل له نقل دم، ممكن يحتاج 10 15 كيس دم في الحكايه دي. دي بيسموها هيماتيمسيس اللي هو ترجيع الدم ده. طيب ادينا شرحت لك قصه طويله عريضه احنا اصلا شرحينها في ايه، في شابتر الجي اي تي. نهايته هو انا بقول لك الموضوع ده ليه؟ بقول لك الموضوع ده علشان نعرف ان في مصريين كتير نتيجه ان الكبد عندهم بايظ عندهم المشكله دي، عندهم دوالي في المريء والسوفوجيال فاريسز. طيب ودي حلها ايه؟ ملهاش حل غير انك تعمل ليفر ترانسبلانتيشن عشان تجيب من الاخر. يعني لو انا بخلص معاك الكلام يعني عشان نخلص، هو ده حله ليفر ترانسبلانتيشن او انواع من الشنط اوبريشن وانواع برضو في الاخر ما هياش يعني الحل الامثل. لكن ممكن بقى احنا دلوقتي بنتكلم، احنا بتوع الادويه، ممكن العيان ده هيستفيد من البيتا بلوكر. العيان اللي على السبوره ده اهو ممكن يستفيد لو خد بيتا بلوكر. والبيتا بلوكر في الحاله دي مش علاج له، يعني مش بنعالج الحوالي ما كانش حد غلب، انما يستفيد، يعني ممكن يرتاح جزئيا على البيتا بلوكر. ليه بقى؟ من يعني ليه؟ اول حاجه نمره واحد، هو البيتا بلوكر لما بنديها مش دي بتقلل الكاردياك اوتبوت؟ هتقول لي اه. هقول لك طب ما هو لما يقل الكاردياك اوتبوت يبتدي كميه الدم اللي في الانتستين تقل، لان الانتستين كانت شايله زي ما قلت لك تلت الكاردياك اوتبوت. يبقى كميه الدم لما تقل يبقى الدم اللي هيمشي في الشنط او الانستموزيس دي يبتدي ينقص، يبقى الكونجيشن اللي هنا هيهدى شويه. هذا واحد. اتنين، البيتا بلوكر لما بتقفل البيتا ريسبتور اللي في جسمك اللي من ضمنها بيتا 2 اللي بتعمل فازو دايليتيشن هنقفلها. هتقول لي بس بيتا 2 كانت في السكليتال ماسل والكورونري. هقول لك يا اخي وقد توجد بيتا 2 في الانتستين برضو شويه صغيرين، يعني ما هو كل جسمك في كل الريسبتور، بس احنا كلمتك مره زمان ان في بيبقى في تيشو بيبقى الريسبتور ده كتير قوي في التيشو ده، انما مش معناه ان بيتا 2 محرمه على الانتستين، لا موجوده بيتا 2 موجوده في البلاد فيزل اللي في الانتستين وان كانت كميتها قليله شويه انما موجوده. طيب اهو ما هي بيتا 2 دي بتعمل فازو دايليتيش، ادينا قفلتها. طيب يبقى كده انا خليت اللي يشتغل مين في الانتستين؟ لو هم بيتا والفا شغالين يبقى انا باجي على البيتا اقفلها، يبقى اللي شغال كله الفا 1 اللي بتعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. طيب يبقى كده كميه الدم هتقل اللي في الانتستين. كان انا عايز اقول لك ان المريض اللي عنده اسوفاجيال فاريسز ممكن ياخد البيتا بلوكر هيستفيد من حاجتين. نمره واحد ان احنا بنقلل له الكاردياك اوتبوت وده هيقلل الانتستينال بلاد فلو. اتنين، بنخلي كل الريسبتور اللي شغاله في الميزنتريك اريا الفا وبتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي كميه الدم اللي هنا هتقل.
فانت على طول لو انت واد لماح وذكي وتعجبني هتقول لي بس يا دكتور انت محتاج دوز عاليه من البيتا بلوكر. هقول لك انت واد بطل ما حصلتش صح، لان انا معتمد على ان ادي بيتا بلوكر يقلل الكاردياك اوتبوت. انا عايز كل ما اقلل الكاردياك اوتبوت كل ما العيان هيرتاح. طب ما احنا محتاجين هاي دوز. محتاج فعلا محتاجين، بتوصل الدوز احيانا ل 160 مللي جرام. طب يعني 4 أضعاف الجرعه العاديه. اذا كنت انت بتستخدم بيتا بلوكر لمعظم الحاجات كده 40 مللي جرام، فممكن ايه بعض الاصناف يعني تحتاج في العيان ده توصل ل 160 مللي جرام برديه. يا نهار ابيض، معناها ان العيان ده مؤكد هيشتكي من هبوط، مؤكد هيجي بعد البيتا بلوكر يقول لك يا دكتور انا هبطان. تقول له فعلا، ما احنا مضطرين، ما انت هبطان عشان الكارديك اوت بوت بدا يقل. يقول لك طب ودي ملهاش حل. قول له بقى ما الله هنعمل لك ايه، ما احنا مضطرين ندي بيتا بلوكر بهاي دوز علشان اقلل الكارديك اوت بوت على قد ما اقدر، على قد ما اقدر هنعمل ايه. ودي من عيوب البيتا بلوكر في الحاله دي. يعني في ناس كان نوت توليريت، في بيشنتس ما يقدرش يستحمل الكلام ده، يقول لك لا لا انا هتصرف بقى، هعمل ليفر ترانسبلانتيشن، ربنا يرزقني بحد متبرع يديني جزء من الليفر واعمل ليفر ترانسبلانتيشن، ارحم ارحم من البيتا بلوكر اللي بتعمل الهبوط الفظيع ده. طيب الاستخدام اللي بعد كده للبيتا بلوكر، الناس اللي عندهم جلوكوما. جلوكوما يعني ميه زرقاء، يعني ارتفاع في ضغط عينهم. يعني ايه؟ يعني حضرتك ادي العين كنا بنرسمها كده، ادي الكورنيا صح، وادي العين نرسمها كده، وادا الايرس، وادا ايه حاجه اسمها اللينس والسسبنسوري ليجامنت اوف ذا لينس. لسه انا قايل لك من شويه انه هنا في البوستيرو تشامبر الابيثيليوم اللي اسمه سيليار ابيثيليوم اللي فيه بيتا 2 اللي بيطلع الايكوسيوبر. طيب ما انت لما تديني قطره بيتا بلوكر، ما القطره دي هتروح تقفل بيتا 2، يقوم يقل الايكوسيوبر، يقوم يقل الانترا اوكولار بريشر، يقوم العيان اللي عنده جلوكوما او ميه زرقاء الضغط يهدى. هتقولي طب وكل البيتا بلوكر بتنفع؟ اقول لك لا والله مش كل البيتا بلوكر بتنفع. اللي ثبت نجاحه في هذه الحكايه يعني تحديدا التايمولول، اشهر بيتا بلوكر يستخدم عشان الجلوكوما توبيكال في العين. هتقولي طب ليش؟ معنى تايمولول بيكوز ذا موست لايبوفيليك. ذا موست لايبوفيليك، عارف يعني لايبوفيليك اللي احنا قلناه في اول الفيديو؟ لايبوفيليك معناها انه بيوصل للعين بكميه يعني بيمتص احسن، يعني لما تحط القطره بيوصل افضل لانسجه العين. عملوا دلوقتي حاجه افضل شويه من التايمولول، افضل شويه مور افيشنت لهذا الغرض تحديدا، اسمه بيتاكسولول. بيتاكسولول يبقى ده تاني بيتا بلوكر للجلوكوما. اصبح الجلوكوما النهارده عندنا 2 بيتا بلوكر مشهورين بيها، تايمولول وبيتاكسولول. طيب اخر استخدام، احنا عندنا استخدامات كتير بس الاخر يعني في الليسته اللي عندك في الكتاب، احنا ما حبيناش نطول عندك في الكتاب قوي لان احنا عارفين ان احنا ممكن نتكلم في استخدامات البيتا بلوكر 10 صفح، لكن احنا قلنا قول الاستخدامات يعني الموست كومن. اخر استخدام عندك الفيو كروموسايتوما. فيو كروموسايتوما اللي انت عارفها، فيو كروموسايتوما، فاكر لما قلت لك ان في بعض الناس بيطلع عندهم اورام من السوبرا رينال جلاند وهذا الورم بيطلع ادرينالين والادرينالين بيروح ينبه الالفا والبيتا، ويومها وانا بشرح قلت لك ان هذا المريض يا يروح لجراح يا اما تديني كومبايند الفا اند بيتا بلوكر مع بعض. فالبيتا بلوكر في الفيوكروموسايتوما تستخدم بس مش لوحدها، ات ماست بي يوزد ان كومباينيشن ويز الفا بلوكر. فانت لو واد لماح وذاكرتك قويه تقول لي طب ينفع لا بيتا لول لوحده؟ اقول لك ينفع لا بيتا لول اللي كان بيقفل البيتا مع الالفا مع بعض ينفع. اللي انا ضحكتك وقلت لك بيتا بلوكر 2 في 1 اهو ده لوحده ينفع في الفيوكروموسايتوما. كده احنا اتكلمنا على استخدامات البيتا بلوكر غالبا. استخدامات البيتا بلوكر اتكلمنا عنها بشكل عام يعني. اكلمك بقى على الجانب السيء من الموضوع، ما احنا دايما عندنا الادويه استخدامات ونقلب على الوش الثاني بعد شويه يقول لك الادفيرس افكتس الاعراض الجانبيه وشكاوى الناس منها. يعني الناس هتشتكي بقى ليه؟ اول شكوى واول ادفيرس افكتس من بيتا بلوكر وذا موست كومون لو جالك في الام سي كيو فاتيج. المرضى اللي بياخدوا بيتا بلوكر كلهم بيشتكوا من الفتيج. طب ليه الفتيج؟ قالوا عشان ما انت بتقلل كاردياك اوتبوت فالعين بيهبط، وكمان بتقلل كميه الدم اللي راحه للسكليتال مصل. مش انت بتقفل بيتا 2 اللي في السكليتال مصل بلاد فيزل، فبتعمل نوع من الاسكيميا في السكليتال مصل، فتلاقي الانسان دايما مش قادر يمشي، مش قادر يعمل مجهود، عضلات جسمه بوجعه وهبطه. ولو جالك في سؤال ذا موست كومون، ذيس از ذا موست كومون. 2 برونكو كونستريكشن، ودي احنا قلناها لك، قلنا لك ان البرونكاي فيها بيتا 2، للاسف البيتا بلوكر بتقفل بيتا 2 دي وتعرضني للبرونكو كونستريكشن. يبقى اذا البيتا بلوكر محرمه، محرمه تحريما قطعيا على مرضى البرونكيال ازمه. يبقى مريض البرونكيال ازمه ما ياخدهاش. طب
طيب هتقول لي طيب ما هي البرونكاي فيها بيتا 2، هل ممكن لمريض البرونكاي الازمه يعني لو انا محتاج يعني بيتا بلوكر، افرض ان انت مزنوق لبيتا بلوكر وهو المريض عنده مريض ازماتيك، هل ممكن تستخدم سيلكتيف بيتا بلوكر يعني في البيتا واحد بس مالناش دعوه بيتا 2؟ الاجابه لا. لا هتقول لي ليه، ما هي البرونكاي فيها بيتا 2، هبعد انا عن بيتا 2؟ اقول لك لا برضه، لان البيتا بلوكر حتى وان كانت سيلكتيف وبتقفل بيتا 1 بس ما تضمنش، لان السيلكتيفيتي ده موضوع نسبي، يعني مش يعني ممكن الدواء يفقد السيلكتيفيتي ويروح برضه يقفل بيتا 2 ويعمل لك برونكو كونستريكشن ويعرض العين لخطوره مش سهله. هتقول لي طيب وقطره العين اخبارها ايه؟ هل ممكن لو عيان ازماتيك، لو عيان عنده برونكيال ازمه والدكتور كاتب له قطره لعينه عشان عنده جلوكوما، هل ممكن القطره تضره؟ في بعض الاحيان ضرتهم. في كتير من الاحيان المرضى الازماتيك اللي عندهم برونكيال ازمه اللي استخدم قطره عين، قطره هي توبيكال، حاجه توبيكال اهي، نسبه من الدواء دخلت السيستميك سيركيوليشن وراحت قفلت لهم بيتا 2 وتعرضوا لاكيوت ازماتيك اتاك. من هنا بنقول لك ان مريض البرونكيال ازمه محرم عليه البيتا بلوكر، وما تحاولش تتفلسف ولا تجادل بقى، يعني لا تقول لي سيلكتيف ولا تقول لي ما هو البيتا بلوكر ممنوعه في مرضى البرونكيال ازمه، تنساهم خالص، يعني ابسولوتلي كونترا انديكيتد. طيب من ضمن مشاكل البيتا بلوكر اللي بتعملها برضو نمره 3 غير الازمه، يعني نمره 3 انها بتعمل براديكارديا، بتخلي القلب يبطئ. اه صح، ما هي بتقفل البيتا 1 ريسبتور اللي في الهارت وتخلي القلب يبقى بطيء. طب وهتضر دي، يعني هي لو زادت هتضرك، بدل ما تبقى براديكارديا بقى تقوم قلبه بحاجه اسمها هارت بلوك. يعني ايه بقى هارت بلوك يا بطل؟ يعني الكوندكشن ما عادش ماشي، يعني ممكن تقلب معانا ان الكوندكشن بقى الاي في كوندكشن حصل فيه مشكله كبيره، وبدا الايه العين ده خلاص بدا الفنتريكل يبقى منفصل عن الاتريوم. بالمناسبه لما تدرس كارديو هتعرف ان الهارت بلوك، كلمه هارت بلوك دي ثلاث درجات، درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، يعني تقول فيرست ديجري هارت بلوك، سكند ديجري هارت بلوك، ثيرد ديجري هارت بلوك، اعتمادا على ايه؟ اذا لقيت الكوندكشن بطيء بس، يعني بطيء، يعني الاي في كوندكشن بس بطأ، يبقى دي فيرست ديجري. طب واذا لقيت الكوندكشن بيقطع، يعني ايه بيقطع؟ يعني مره ومره، مرتين ومره، ثلاث مرات ومره، يبقى اسمها سكند ديجري. طب اذا لقيت الكوندكشن مقطوع خالص، يعني ما بين يعني الاس انوت شغاله بتغني في ناحيه والفنتركل شغال بالايديو فنتركل ريزم، دي اسمها ثيرد ديجري. يبقى الهارت بلوك ثلاث درجات. طب هل البيتا بلوكر ممكن تدخل العيان في اي درجه من دول؟ الاجابه اه، ممكن عيان بريدسبوزد عنده قلبه ممكن ياخد بيتا بلوكر، يدخل منك يا فيرست ديجري هارت بلوك، يا في سكند ديجري، يا في ثيرد ديجري. فاذا نرجع نقول لك بقى، المرضى بتوع الهارت بلوك دول اللي عندهم اصلا مشكله في الكوندكشن محرم عليهم تحريم ابدي البيتا بلوكر. ما تجيش تحت اي ظرف تقول انا محتاج بيتا بلوكر لهم، هيزود المشكله اللي عندهم ويدخلهم في كومبليت هارت بلوك. طيب اربعه من ضمن مشاكل البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتزود البريفرال اسكيميا. البريفرال اسكيميا عند الناس يعني ايه؟ يعني حضرتك هتيجي ان شاء الله معانا في الكارديو هندرس لك ان في فصيله من الامراض، فصيله كبيره بيسموها بريفرال فاسكولار ديزيز. ايه بقى بريفرال فاسكولار ديزيز؟ اسمها امراض الشرايين. يعني ايه امراض شرايين؟ حضرتك هتصادف مثلا ان يجي لك عيان يقول لك يا دكتور، بيبقى مدخن مثلا، ويقول لك يا دكتور انا ما بعرفش، انا بدخن اه بس كتير قوي رجلي بتبقى بتوجعني، واجي امشي الاقي ما بقدرش امشي 100 متر. هتقول له انت عندك حاجه بيسموها انترميتنت كلوديكيشن. انترميتنت كلوديكيشن، ما بتعرفش تمشي 100 متر على بعضهم الا لما رجلك توجعك نتيجه ان شرايين رجلك فيها اسكيميا، الدم مش واصل كويس للعضلات. في عيان تاني او عيانه بقى المره دي تقول لك يا دكتور انا ايديا في الشتاء بتزرق وبتوجعني جدا، وبضطر لازم كل شويه ادفيها واعمل كده. دي عندها ظاهره، عندها سبازم في شرايين ايديها، ظاهره بيسموها رينو فينومينا. رينو فينومينا، في ناس ينطقوها راينودز فينومينا، انطقها زي ما تنطقها، بس هو الصح رينو، لان هو منسوبه لدكتور فرنسي اسمه موريس رينو، هو اللي وصف الظاهره دي وقال ان بعض الستات بيجوا في البرد يحصل لهم فازو سبازم وايديهم توجعهم وبتورم، فسموها ظاهره رينو او رينو فينومينا. طيب ما هم كل دول بقى انترميتنت كلوديكيشن واللي عندهم رينو دول بيتصنفوا تحت الاسم الكبير اللي اسمه بريفرال فاسكولار ديزيز. كان كلمه بريفرال فاسكولار ديزيز دي مش مرض معين، دي فصيله من الامراض تتعلق بان الدم مش واصل للشرايين، يا في الستات يا في الرجاله، ودي حاجات كتير، يعني في حاجات اكتر من كده. كل دول بقى يا بطل
اللي اسمهم عندهم بريفرال فاسكولار ديزيز، البيتا بلوكر هتأذيهم هتضرهم وهتعمل لنا اجريفيشن اوف ذا اسكيميا وهتخلي المرض اسوأ والحاله تزداد سوءا. ليه؟ لان انت ناوي تقفل بيتا 2، حضرتك هتقفل بيتا 2 اللي بتعمل فازو دايليتيشن في السكليت المصري. يبقى اذا كان هو بيشتكي من اسكيميا انت بتزود له الاسكيميا، اذا كانت الست دي بتشتكي من ان ايدها مش عارف ايه انت بتزود لها المشكله اللي عندها. يبقى اذا من ضمن مساوئ البيتا بلوكر انها بتزود المساوئ او الخطوره او بتعمل اجريفيشن للبريفرال فاسكولار اسكيميا او ديزيز اللي عند الناس دول. طب والحل؟ افرض ان انا مضطر استخدم بيتا بلوكر للناس دول، افرض ان جالك واحد عنده او ست عندها رينو فينومينا، صوابعها بتشتكي منها، او راجل بيشتكي من رجله ما بيقدرش، عنده اسكيميا يعني، وانت مضطر تكتب له بيتا بلوكر لاي ظرف، يعني انت اتزنقت ومضطر، هقول لك من فضلك بقى لو انت مضطر قوي يعني، في مثل يقول لك المضطر يركب الصعب، الصعب عندنا يعني دي بيتا 1 سيلكتيف. ابعد بقى عن بيتا 2. ابعد عن بيتا 2 خالص. هتقول لي طب ما اعمل كده في البرونك الازمه. طب ما البرونك الازمه برضو كنت اقدر ادي بيتا سيلكتيف لا البرونكاي لا. البرونك الازمه لا، محرم عليه البيتا بلوكر قولا واحدا. انما الناس دول اللي عندهم بريفرال فاسكولار ديزيز لو انت مزنوق قوي يعني ممكن تستخدم بيتا بلوكر بس يبقى سيلكتيف، ابعد عن النون سيلكتيف بيتا بلوكر. طيب من ضمن مساوئ البيتا بلوكر برضو اللي هتعمل لنا مشاكل، هتعمل لنا مشاكل ميتابوليك، يعني انا بتكلم في الادفيرس افكتس دلوقتي. من ضمن مشاكلها لا بتعمل ميتابوليك ادفيرس افكتس. بتعمل ايه البيتا بلوكر؟ البيتا بلوكر اولا بترفع البوتاسيوم في الدم، لان انا مره قلت لك ان البيتا 2 ريسبتور الطيبه لما بتشتغل بتاخد البوتاسيوم من الدم توديه على التشو وبتعمل هايبوكاليميا، الريسبتور بيعمل هايبوكاليميا. اما البلوكر هتعمل العكس، هترفع البوتاسيوم. طيب دي هل دي هتضرني؟ هل دي هتبان؟ يعني ممكن تبان في مرضى الرينال فيلير، انما الشخص الطبيعي مش هتبان عليه. يعني انا لو خدت بيتا بلوكر البوتاسيوم مش هيعلى في دمي، ونعيلي هيعلى كميه بسيطه جدا نون سيجنيفيكانت. انما مين اللي ممكن يشتكي بجد؟ مريض الرينال فيلير هيشتكي من الحركه دي. طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن البيتا بلوكر تعملها، بتزود البلازما ليبيدز. البيتا بلوكر بترفع الدهون في الدم عندك، بترفع الكوليسترول، وبترفع الترايجلسرايد. هتقول لي ليه؟ ايه دخل البيتا بلوكر بالدهون الدم يعني؟ هقول لك لا، ده لها دخل والف دخل كمان. البيتا بلوكر عملت ايه في البلاد فلو اللي رايح للليفر؟ يعني لو ده الانتستين اهي وده الليفر، البيتا بلوكر عملت ايه في البلاد فلو؟ قللته. طيب ما هو انا لو واكل دهون والدهون دي بتيجي من الانتستين راحة للليفر، ما البيتا بلوكر قللت الهيباتيك بلاد فلو، يبقى كانها بتقلل الميتابوليزم، بتقلل الميتابوليزم عموما مش بس للدهون، لحاجات كتير. يعني اللي بياخد بيتا بلوكر الميتابوليزم عنده قليل بنسبه 35% من الشخص الطبيعي، يبقى من المتوقع ان الدهون وغيرها مش هيحصل لها ميتابوليزم وتتراكم في الدم كوليسترول وغيره، كوليسترول وترايجلسرايد وغيره، وعنده يشتكي من هايبر لايبيديميا يعني. طيب هل دي سيجنيفيكانت؟ يعني مش هتبان قوي برضو الا في المرضى البريديسبوست اللي هم عندهم مشكله اصلا، يعني عنده مشكله اساسا في الكوليسترول، عنده مشكله في الترايجلسرايد، هو بطبيعته عنده مشكله، عنده هايبر لايبيديميا، البيتا بلوكر هتزوده سوءا، هيتبان عليه المشكله، ده اكتر واحد هتبان عليه، انما جايز الانسان الطبيعي ما يعانيش منها قوي. طيب من ضمن الحاجات الثانيه اللي البيتا بلوكر هتعملها لنا، هتعمل لنا برضو حاجه على مستوى مرضى السكر بقى. طيب مرضى السكر الديابيتك اللي هم عندهم دايابيتس ميليتس، دول كاتيجوري حساسين شويه للبيتا بلوكر، بينهم وبين البيتا بلوكر قصه. طيب نقول القصه اللي بين مرضى السكر والبيتا بلوكر عشان نفهم ايه القصه. القصه نمره 1، مريض السكر ده، مش انت تسمع ان مريض السكر دايما يشتكي من بريفرال اسكيميا؟ هتقول لي اه، بدليل ان بعض المرضى بيحصل لهم غرغرينه جانجرين ويضطروا يعمل امبيوتيشن، يقطع رجله يقطع صباعه لان الدم مش واصل. تقول لي طب ايه اللي بوظ البلاد فلو يعني؟ هقول لك ما هو السكر مع السنين لما بتساب بيبوظ البلاد فيزل. يعني لو ده بلاد فيزل سليم سليم مفتوح اهو اهو، اللي عندهم السكر مع الوقت البلاد فيزل عامله كده عندهم باظت باظت، دي اسمها انجيوباثي. انجيوباثي اوباثي يعني خلاص البلاد فيزل خسرت باظت، يسموها دايابيتك انجيوباثي. حلو كده يا بطل؟ يعني مرضى السكر بالطبيعه لما بتسابوا فترات طويله من غير ما يعملوا كنترول للسكر بتلاقي الاوعيه الدمويه عندهم بلاد فيزل باظت، بدا يشتكي بقى من ايه؟ اطراف، وبدا الدم ما يوصلهاش كويس، من ضمنها رجليه مش وصلها كويس، يتجرح وماشي في الشارع، مفيش التئام للجرح لان البلاد فلو قليل، مشكله. كويس؟ طب البيتا بلوكر هتعمل ايه؟ هتزود المشكله دي،
هتزود الاسكيميا اللي عندهم بأمارة ايه؟ بأمارة ان البيتا بلوكر ما هي بتقفل بيتا 2 اللي كانت بتعمل فازو دايليتيشن. يبقى اذا كان مريض السكر عنده اسكيميا ايراد، البيتا بلوكر هتخلي الاسكيميا 24 ايراد. اذا كان هو عرضه انه ممكن يجي له غرغرينه، البيتا بلوكر هتدخله في غرغرينه بجد. يبقى مريض السكر نمره واحد مبدئيا كده، البيتا بلوكر هتعمل اجريفيشن اوف اسكيميا عنده، هتزود الاسكيميا عنده وهتزود فرصه ان هو التيشو بتاعته ما بقاش وصل لها دم كويس. ده اول مشكله على مريض السكر. طيب وتاني مشكله، تاني مشكله هقول لك انا عليها، هكلمك عنها كده بالراحه. مريض السكر ده مش ماشي على ادويه السكر، يعني مريض السكر ده مش هو ماشي على اورال دراجز او ماشي على حقن انسولين زي ما انت عارف كويس، هو ماشي على دواء السكر. افرض ان مريض السكر خد دواء وطلع زياده شويه، يعني كان بياخد انسولين مثلا والانسولين طلع زياده شويه، او كان بياخد اورال دراجز وبعدين نسي يفطر الصبح، سكره بيحصل فيه ايه؟ بيوطى جدا. طيب ايه اللي بينقذ الموقف؟ مين الاورجن اللي بينقذ الموقف عشان اللي عنده ما يدخلش في غيبوبه؟ الليفر. طب بينقذ الموقف ازاي؟ قال لهم هو الليفر مخزن جلايكوجين، والمفتاح بتاع الجلايكوجين مع بيتا 2 دي اللي ماسكه المفتاح بتاع المخزن. اول ما السكر يوطى قوي للمريض ده تقوم بيتا 2 شغاله تقول لها الحقينا، يقوم مدوب شويه جلايكوجين ينقذوا العيان، يتحولوا الجلوكوز في الدم بسرعه في ثانيه ينقذوا العيان، عشان كده العيان ما بيدوخش. طب كويس هايل، ده اللي بيحصل نورمالي للمريض. امال لو كان واخد بيتا بلوكر يا بطل، لو كان هذا المريض اللي هو بياخد دواء للسكر ماشي على بيتا بلوكر، يبقى البيتا دي مقفوله، يبقى الجلايكوجينوليسيس اللي عنده مغلق، مغلق لحين الاصلاح مقفول. طيب ده معناه ان هو لو خد دواء زي الانسولين او خد اورال هايبوجلايسيميك دراجز والدوز طلعت زياده سنه وسكره وطي، مفيش تصليح، التصليح مقفول، المخزن مقفول، شطبنا. يقوم السكر يوطى قوي، يقوم العين داخل في غيبوبه سكر، غيبوبه نقص سكر اللي اسمها هايبوجلايسيميك كوما، كان البيتا بلوكر عملت بوتنشيشن اوف ذا هايبوجلايسيميك افكت اوف ذا اورال هايبوجلايسيميك دراجز اند انسولين، خلت مفعولهم اعنف وخلت الغلطه ما تتصلحش لان المخزن اتقفل اللي كان بيصلح. طيب وبعد كده والبلوى اللي بعد كده، العيان اللي دخل في غيبوبه نقص سكر ده بيدخل المستشفى بيتعرف ان عنده نقص سكر من نتيجه عنده تاكي كارديا، بيجي له تاكي كارديا وبيجي له تريبورز. يعني انا ببقى واقف في المستشفى، المريض اللي عنده هايبوجلايسيميا بعرفه من بعيد كده، بيتعرف من هو على الترولي اصلا، يعني هو داخل في الاستقبال من على الترولي، تلاقي الرعشه والتريمورز والعيان بيبقى بردان وعرقان وعنده تاكيكارديا وتريمورز. يعني في حاجتين لا تخطئهم عينك بيسموهم ذا كاردينال تي، حرفين تي، مين هم التي؟ تاكيكارديا وتريمورز، دول ما تخطئهمش عينك. يا بيه البلص اهو قدامك والعين بترعش قدامك، التريمورز اهي، ده كده هايبوجلايسيميا. حلو كده؟ طيب ما هو لو كان واخد بيتا بلوكر مش هيبان عليه لا تريمورز ولا تاكيكارديا، لان البيتا بلوكر قفلاهم، ما هم دول اصلهم اندر بيتا، ما هم دول بيتا ميديتد. نهار ابيض، يعني كده العيان مريض السكر اللي بياخد بيتا بلوكر، بيتا بلوكر ضرته اساءت اليه ثلاث اساءات، عملته ثلاث مشاكل. المشكله الاولى زي ما قلت لك ان البيتا بلوكر زودت البريفرال اسكيميا عنده، لانها قفلت البيتا 2 ميديتد فازو دايليتد، ادي اول مشكله. المشكلة الثانية انها بتقفل الجلايكوجينوليسيس، فلو دواء السكر وطى السكر قوي او العيان نسي يفطر مفيش تصليح، مفيش ريزيرف عندي، فمش هيحصل كوركشن، فالعيان يدخل في غيبوبة اللي هي هايبوجلايسيميك كوما، سكره هيوطى قوي. طيب وبعدين هيدخل المستشفى، يقوم الدكتور اللي في المستشفى ما يعرفش ان عنده هايبوجلايسيميا بسهولة، هو هيعرف طبعا بس مش بسهولة، كأنك بتصعب عليه الموضوع، لأنك في الحقيقة داريت عنه حاجتين مهمين، البيتا بلوكر قافلة التاكيكارديا والتريمورز، عاملة لهم ماسكن، ماسكن يعني مدرياهم عن الدكتور، فلو هو ما كانش دكتور متمرس وشاطر ممكن يختلط عليه الامر وما يعرفش يشخص كويس، يقول لك لا دي مش هايبوجلايسيميا، اصل ما فيهاش تريمورز، اصل ما فيهاش تاكيكارديا، مش واخد باله ان العيان كان ممكن يكون خطأ ماشي على بيتا بلوكر. طيب غير الدايابيتس هل البيتا بلوكر ممكن يبقى لها مشاكل اخرى؟ اه يبقى لها مشاكل على مستوى السي ان اس. مش احنا قبل كده قلنا لك ان البيتا بلوكر بتقلل الايه، بتقفل البيتا 2 اللي في السي ان اس وبتقلل النور ادرينالين، وبالتالي عملت للعيانين ديبريشن، ساعات تعمل لهم ديبريشن وساعات تعمل لهم نايت ميرز كوابيس، وساعات كمان توصل معاهم لسكسوال ديسفانكشن، سكسوال ديسفانكشن نتيجه بريفرال وسنترال افكتس. هتقول لي بريفرال سنترال ماشي مفهوم، اصل هو العيان جاله ديبريشن، يعني هو جاله سكسوال ديسفانكشن نتيجه الديبريشن، ادي سنترال. طب وبريفرال جت منين؟ اقول لك هي مش البيتا بلوكر مقلله الكاردياك اوتبوت،
طيب اما تقل الكاردياك اوتبوت البامبنج اكشن قل، الماتور ده ما عادش بيدي دم كويسه، طب ما هو الجينيتال تراكت والجينيتال اريا في الميل مش هيجي لهم دم كافي، وبالتالي الاريكشن عند الناس دول هيبقى قليل، فيجي لهم حاجه بيسموها اريكتايل ديسفانكشن. هذا البريفرال كومبوننت عشان لو حد سالك. يبقى كده الناس اللي عندهم سكسوال ديسفانكشن جاي لهم نتيجه سنترال كومبوننت ان هو حصل لهم ديبريشن، ها، وعلى مستوى البريفرال الكاردياك اوتبوت قليل فالاريكشن عندهم في مشكله، دي بنسميها اريكتايل ديسفانكشن. طيب يا بطل بعد كل القصه دي بقى مين اللي ما ياخدش بيتا بلوكر؟ عشان نلخص هتقول لي والله ده في ناس كده بقى كتير قوي يصبح البيتا بلوكر عندهم تضرهم، فهنقسم الكونترا انديكيشن اوف بيتا بلوكر لقسمين كبار. قسمين كبار، قسم البيتا بلوكر تعتبر محرمه عليه، محرمه مفيش فيها يعني انسى، بيسموها ابسوليوت كونترا انديكيشن، يعني انسى انك دول ياخدوا بيتا بلوكر. مين هم؟ مرضى البرونكيال أزمة زي ما كلمتك، مرضى الهارت بلوك زي ما كلمتك، ثلاثة المريض اللي عنده حاجة اسمها برينزيميتال أنجينا، اهو انت لسه اول مرة تسمع عنها. انت سمعت معايا من شوية ان المريض ممكن اللي عنده كلاسيك أنجينا يستفيد من البيتا بلوكر، اما اللي عنده برينزيميتال ممنوع عليه. ايه بقى برينزيميتال؟ انت اول مرة تسمعها. انا في الفيديو اللي فات قلت لك ان الأنجينا انواع وعندنا كلاسس كتير من الانجينا، انا كلمتك على نوع واحد اسمه كلاسيك وقلت لك ان الكلاسيك هيستفيد من البيتا بلوكر. ايه بقى البرينزيميتال ده اللي هو هينضر من البيتا بلوكر اللي ممنوع فيه بيتا بلوكر؟ اتضح ان في بعض الناس عندهم لو ده الكوروناري ارتري، هنعتبر ده الكوروناري ارتري يعني فرعين اهو، بعض الناس لسوء الحظ حظه وحش وارث في الكوروناري ارتري الالفا ريسبتور اكتر من البيتا. انا وانت لحسن حظنا ومن رحمه ربنا بينا ان البيتا تو عندي انا وانت في الكورونري كتير بريدومينانت واخد الابر هاند، فلما انا بيحصل لي سيمباثيتك ستيميوليشن بيحصل لي كورونري فازو دايليتيشن عشان البيتا 2 عندي اكتر. انما مريض البرينزيميتال، وبرينزيميتال ده اسم الراجل اللي وصف الحاله يعني الدكتور اللي وصف الحاله، الدكتور ده قال في الخمسينات قال يا جدعان في ناس بيبقى وارثين الفا اكتر من البيتا حظه وحش، والالفا دي بتعمل فازو ايه كونستريكشن. فالراجل ده او الشخص السيء الحظ ده لما بيحصل له سيمباثيتك ستيميوليشن ما بيحصلوش بقى كورونري دايليتيشن، ده العكس بقى بيحصل له كورونري كونستريكشن، فبيسموها ساعات فازوسباستيك انجينا وساعات يسموها الفا ميدييتد سندروم. تبقى عارف ان كل دي مصطلحات، هي برينزيميتال، هي الفا ميدييتد سندروم، هي فازوسباستيك انجينا، وانت عرفت ان سببها الالفا اكتر من البيتا. ارجع لموضوعي، طب والبيتا بلوكر بقى تضر المريض ده ليه؟ هتضره طبعا منطقي جدا، لان هو اصلا هنقول ان الالفا عنده مثلا 60% والبيتا 40%، ده هو عايش بدول، ده هو عايش بال 40% اللي بيعملوا له كورونري دايليتيشن، تيجي انت بالبيتا بلوكر ناوي تقفلها يعني تخلي عنده كل اللي شغال عنده الالفا بقى، تفضي الملعب للالفا، تعمل ان اوبوزد الفا اكشن، هتزود كده انت الفازو كونستريكشن عنده وهتدخله في مور كورونري سباز ويدخل منك في اكيوت شيست بين، تبقى مشكله. يبقى ممكن الممتحن يجي اخر السنه في سؤال الريتن يقول لك يا بطل يا اللي درست فارما، ها، فسر لي على اساس علمي ليه البيتا بلوكر مفيده للكلاسيك انجينا وممنوعة منعا بتا، منع تحريمي على البرينزيميتال انجينا. فسر بقى على مهلك كده، اقعد مع نفسك جاوب السؤال ده كده بالراحة وشوف نفسك فيه. طيب من ضمن الحاجات اللي ممنوع فيها بيتا بلوكر خالص، ممنوع تعملها، لو انت ممشي العيان على بيتا بلوكر فور لونج تايم، ممنوع منعا بتا انك تعمل صادن وزدروال او صادن ستوبينج، يعني ممنوع توقف البيتا بلوكر فجأة. هنفرض يا اخي ان انا ماشي على بيتا بلوكر، انت دكتور وانا جيت لك وانت مشيتني على بيتا بلوكر لاي غرض، انا مشيت على البيتا بلوكر سنتين ثلاثه، فجيت في لحظه انت بقى جيت بعيد الكشف عندك بعد سنتين فقلت لي خلاص انت ما عدتش محتاج بيتا بلوكر، كويس انا مصدقك ناوي تبطلها، بطلها جراديوال، يعني ما تقوليش بطل الدواء دلوقتي لان انا بقالي سنتين ماشي على. طب ايه اللي حصل يعني؟ بيقولوا ان انت اثناء ما انت ماشي على اي بلوكر مش شرط بيتا بلوكر يعني ماشي عليه فترات طويله بيحصل لك ابريجوليشن للبيتا ريسبتور، عددها بيزيد،
وتيجي تبطل البلوكر فجأة، يوم يحصل لك حاجة ظاهرة بيسموها ريباوند أو وذدرول، شوية الأدرينالين اللي ماشيين في دمك يعملوا لك كارثة، لأن البيتا ريسبتور عندك عددها زاد من كتر ما أنت بتقفلها بقالك سنين. يبقى إذا ممنوع بقى منعا باتا إنك تعمل صدن وذدرول. يبقى أنا عندي أربع عيانين محرم عليهم البيتا بلوكر، محرم محرم، يعني ما فيش مبرر يخليك تعطيها. مرضى البرونكيال أزمة ممنوع، مرضى الهارت بلوك بدرجاته ممنوع، المريض اللي عنده برينزيميتال انجينا ونمره 4، اذا كنت ممشي اي عيان على بيتا بلوكر فور لونج تايم ممنوع منعا باتا الصدن وذدرول، مسموح لك بجراديوال وذدرول، صدن لا. طب في عيانين تانيين مكروه فيهم البيتا بلوكر؟ اه كونتر اندكيشن برضو، بس المره دي مش ابسوليوت. يعني ايه مش ابسوليوت؟ يعني مكروهه، البيتا بلوكر مكروهه في الناس دول، يفضل البعد عنها، يستحسن البعد عنها. لكن لو انت مضطر قوي تحت يعني اضطرار قهري ماشي. مثلا مرضى الهارت فيلير مش مفضل فيهم البيتا بلوكر، يفضل البعد عنها، لان الهارت فيلير ببقى نفسي ازود لهم ببقى نفسي اديهم حاجه اسمها بوزيتيف اينوتروبيك دراج، البيتا بلوكر نيجاتيف اينوتروبيك، يعني بتقلل الكونتراكتيليتي، يبقى مكروهه في دول، مكروهه في الناس دول. طيب مين تاني مكروهه في البيتا بلوكر؟ مكروهه في الناس اللي عندهم حاجه اسمها بريفرال فاسكولار ديزيز، زي ما كلمتك من شويه، الظاهرة اللي اسمها رينو، الست اللي بيجي لها وجع في صوابعها، ولا البني ادم اللي مش قادر يمشي عنده انترميتنت كلوديكيشن، قلت لك ان البيتا بلوكر هتبقى مكروهة فيه. وقلت لك لو انت مضطر قوي استخدم بيتا 1 سيلكتيف، لو انت مضطر له قوي يعني. ثلاثة، مكروه جدا البيتا بلوكر في الديابيتك بيشنت، واديني شرحت لك ثلاث اسباب يخلوني بكره البيتا بلوكر في الديابيتك بيشنت. أربعة والأخيرة، مكروهة في الرياضيين، أما يجي لك ام سي كيو يقول لك البني ادم ده رياضي بيلعب رياضه، شغلته الرياضه، شغلته لعيب كوره، وبيشتكي من 1 2 3 4 اعراض كلها كده محتاجه بيتا بلوكر، قول له والله اسفين البيتا بلوكر مكروهه في الناس دول. هتقول لي ليه؟ هتقول لي ما هي بتعمل له فتيك وتخليه ما يعرفش يتحرك ولا يعرف يمارس الرياضه بتاعته. طب افرض دكات الرياضه دي مهمه بالنسبه له، افرض كان بياكل عيش منها، يبقى اذا انت لما تدي له بيتا بلوكر هتخليه قاعد طول النهار فتيج ومش قادر، الدم مش واصل للعضلات، يبقى مكروهه فيهم. طب افرض مضطر لها قوي، اديها بقى بس تبقى عارف انها بتعمل لي المشكله دي، توعي بقى ان الشخص، تقول له والله شوف انا مضطر ادي لك بيتا بلوكر، البيتا بلوكر هتخليك هبطان طول النهار مش قادر تشتغل.